خير يا دكتور؟ والله يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه. بابا جرى له حاجه؟ الحمد لله نقدر نقول دلوقتي العمليه نجحت، ولو مرت عليه 48 ساعه الجايين بخير اقدر اقول لكم مبروك. هيحصل والباشا هيقوم بالسلامه ان شاء الله. عمته ادعي لبابا يا عمته. يا مدام شريف ارجوكي حاولي تفتكري اي ملامح للجناح. يا فندم حضرتك صدقني انا فعلا ما لحقتش اشوف اي حاجه. اول ما ضرب النار حصل انا جريت وهم جريوا بسرعه جدا بالعربيه. انت قلت ان العربيه كانت جيب سودا. ايوه فعلا. طب بما انك اقرب واحده لفريد بيه عاوز اعرف في توقعك مين ممكن يكون ورا اللي حصل؟ معرفش. يا مدام شريفة أرجوك حاولي تساعدينا، دي تاني محاولة قتل يتعرض لها فريد بيه في خلال فترة قصيرة، وهو أكيد له أعداء، مظبوط؟ أكيد، بس أنا فعلا معرفش أي حاجة. تمام يا فندم، العربية لقيناها في شارع جانبي، قرب مكان الحادث، واتضح إن هي مسروقة من 3 أيام. لا، ما هو أنا لازم أعرف، مين أعداؤه يا مدام شريفة؟ يعني ما ماتش؟ بس شاطرين تسحبوا في فلوس وتقولوا لي اعداد وتخطيط وناس محترفين وفي الاخر بتقول لي ما ماتش. ايه يا اخويا بتقول لي اتعور جامد؟ يا سلام. طب اقفل السكه اقفل السكه. خليه يدخل. عايز ايه يا فولي؟ بعد اذنك وبدون زعل او حساسية، من هنا ورايح انا في حالي وانتوا في حالكم. عايز ايه يا فولي؟ ما هفوت لكم مستندات ماشي، اسرار تعاملاته مع ناس جوه مصر وبره مصر اوكي، مواعيد اجتماعاته والناس اللي بيجتمع بيها ما قلناش حاجة، انما هنخش في قتل. شكرا، فرصة سعيدة جدا ونفترق من دلوقتي. باي باي. هو في حد قال لك تقتل حد؟ مفيش داعي بقى للاستعباط، ده انا وانتوا في مركب واحدة واسراري معاك واسراركم معايا، يبقى الصراحة بقى مطلوبة جدا. وانا بقى بصراحة شاكك في ان انتوا ليكوا علاقة بمحاولة القتل دي، لان انا اللي مبلغكم بمواعيد خروجه ودخوله بالنسبة لليوم ده، واتسألت عن الحراسة اللي معاه واستغربت، لكن قلت ماشي، ما انا ما كانش يخطر على بالي حاجة زي كده، ومش بعيد كمان تكون انتوا اللي حاولتوا تقتلوه قبل كده. قبل كده لا. شفت؟ يعني بتعترف اهو؟ لا كده بانت. يا جماعة ما تتصلوش بيا بعد كده ولا تبعتولي فلوس. ايه ده بس؟ ثم انا مش شايف ان ليك اي علاقة بموضوع ضرب النار ده. هو يعني عشان قلتلنا نزل امتى ورجع امتى ومعاك هالنفر يبقى خلاص؟ يا حبيبي مجرد ان انا عارف انكم بتحاولوا تقتلوه وساكت وبتعاون معاكوا وبتعامل معاكوا ابقى بتستر على جريمة قتل، وانا راجل دارس القانون كويس جدا. شوف بقى من غير كتر كلام، انا حر يا اخي، انا مش عايز اكلم حد، مخاصمكم يا سيدي. لا ما هو الراجل الكبير بقى كمان هياخد على خاطره منك. يا سيدي الفاضل الراجل الكبير بتاعك على راسي من فوق، قول له ما يزعلش، بص لي راسه اهي، ويا ريت بقى ما يموتليش الراجل الكبير بتاعي انا. سلام عليكم. لا بقى انا كمان هزعل منك، انت ما انتش عارف الضغوط اللي انا فيها بسبب الموضوع دوت. انا خلاص اعصابي تعبت يا فولي. سلامة اعصابك يا سيدي، وادي راسك انت كمان، بس ارجوك بلاش حكاية القتل دي. كل ده عشان فريد بيه خطف منه حته توكيل؟ ده مش حته توكيل، ده كان اكبر توكيل في البلد، من الابره للصاروخ، كان من اكبر شركه موجوده في ايطاليا. لكن فريد بيه بقى ما خلصوش، راح مكلف الصيع بتوعه، راحوا ملهفين العمليه لصالحه. الراجل رقد فيها وجات له ذبحه، ده لولا بقى ان هو عامل حسابه لليوم الاسود ده كان زمانه شحت في الشارع. ده غير بقى حصرته على موضوع بنته. ايه موضوع بنته ده؟ الله
انت مش قلت ان انا مش عايز اعرف حاجه؟ لا 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 صحيح، احكي لي ايه حكايه بنته دي؟ بنته يا سيدي كانت عايشه في ايطاليا، وهي اللي كانت بتدير موضوع التوكيل ده من هناك، وبعدين كانت من اشهر سيدات الاعمال لغايه ما حبت واد طلياني. هي وبعدين؟ حب يعني من بتوع السيما ده، وبعدين كانوا عايزين يتجوزوا. ابوها بصراحه كان رافض، راحت البت بقى سايبه الشغل وهربانه مع الواد على فرنسا، لغايه ابوها ما اقتنع خلاها تتجوزه، رجعت مسكت الشغل تاني. برافو. بس يعني ايه علاقه فريد بيه بالحكايه دي؟ ما هو الواد الطلياني ده اللي بعته فريد بيه، فريد بيه بتاعك، ايوه، عشان يمثل على البت التمثيليه ويتجوزها ويلهف التوكيل لصالح فريد بيه بتاعك، وفي الاخر رماها في الشارع وهي نزلت مصر بتتعالج يا ولدها في مستشفى للامراض النفسيه. يا ساتر يا رب يا ساتر، ده واد عايز ضرب النار. هو واللي بعته فريد بيه جوهري. بعدين بقى سيبنا من الحكاوي دي دلوقتي. الراجل الكبير كان عارف ان انت جاي دلوقتي وهتعمل الحبتين دول. انا فعلا مش عايز يبقى ليا اي علاقه بالمواضيع دي. اسمعني كويس، الراجل الكبير بيعرض عليك انك انت تاخد ضعف المرتب اللي كنت بتاخده معانا. العمر مش بعزقه، انا مش عايز حاجه. ثلاث اضعاف يا سيدي. ايوه بس حكايه القتل دي. وبلاش حكايه القتل، ما انتش مطلوب منك اي معلومات لا عن نزوله ولا رجوعه ولا عدد الحراسات، يعني الشغل القديم وبس. مبسوط يا سيدي؟ انا الحقيقه مش عارف اقول لك ايه، انا قلبي اتفتح لك ومش عايز اسيبكم، وهي الحمد لله جت سليمه المره دي. وادي عبد الفضيل، عبد الفضيل. غير الهباب اللي انت لابسه ده، وجيب لي المخفي اخوك شوقي من دار خالك العمده. حاضر يا عم. خليك عندك يا واد، انا اللي هروح له. لا لا يا شوقي، أنا ما سمعتش حاجة، قول تاني. حاضر يا فاطمة. والله عال، إيه اللي أنا شايفاه وسمعاه ده؟ عم اللي قاعدة أنس وفرفشة ودم أبوك. هيروح هدر؟ حصل إيه جديد يما؟ خد اقرا. قاتل المرحوم أبوك دمه حيفلت من يدنا، ولو حصل ومات وانقتل على يد حد غيرك أنت وإخواتك، أنا حطفي نفسي جنب المرحوم أبوك يا باشمهندس. هدي روحك يا وجينا يا اختي، وخلينا نتفاهم بالعقل. العقل سايبهولك يا عمده، ويا ريتك تخلي بالك من تجارتك وارضك وعموديتك وتسيبني في حالي انا واولادي. اهد نفسك بس يا عمي. اهدى كيف؟ اهدى كيف يا باشمهندس؟ وقاتل المرحوم ابوك الموت هياخده قبل عياله ما ياخدوا بطرهم منه، اهدى كيف يا باشمهندس؟ مش انتي معاكي المفتاح يا دعاء؟ ايوه بس محمله، وبعدين كنت عاوزه افاجئك اول ما تفتحي لي الباب. اما عندي ليكي حته دين خبر مهم جدا. قديمه. قديمه ازاي؟ ايه قبل النظره بقيتي تقري الجورنال في المدرسه ولا ايه؟ مش حضرتك طول عمرك تقريه بعد الغدا في البيت؟ ما هو مش انا اللي قريت، ده كل مدرسه عارفه ان احنا ساكنين جيران فريد الجوهري تدخلي باي حكه، اللي عشان توريني الجورنان، واللي تسالني عشان فاكراني ان انا هعرف حاجه ازيد من اللي موجوده في الجورنان. لما خلوا دماغي ده قد كده كان مفيش في الدنيا دي كلها غير سفاريد الجوهري جارده. طب واحنا مالنا؟ لا واحنا مالنا ازاي؟ دول جيراننا قوي. وبعدين بيحصل ده شيء مش عادي، واحد يتضرب بالرصاص ومرتين وفي شهر واحد. بس المره دي صادوه وهو خارج من شركته. اول مره لما حاولوا يصطادوه وهو خارج من باب الفيلا بالليل ما فلحوش، عشان كده كرروا المحاوله مره تانية. تفتكر اللي عمل المحاوله الاولانيه هما نفس الناس اللي عملوا المحاوله التانية؟ لا لا ما اعتقدش، ولا الله اعلم، جايز هما مشيت. ايه دي؟ بني ادم كل شويه يضربوا عليه الرصاص.
هما مين اللي بيعملوا كده؟ هو اصلا عمل ايه عشان يستحق ده كله؟ اكيد عمل كتير، بس احنا ما نعرفش عشان مش مختلطين بيهم. ما هو مش معقول واحد يتضرب بالنار من الباب للطاق كده، لازم في سبب او اسباب. انا عمري ما شفت فريد بيه ده خارج برا الفيلاج ومعاه طاق مش خطه، وعربيه قدامه وعربيه وراه وستاير تقيله على الازاز، يمكن هو ولا ولاده. واضح ان هما مش عاوزين حد يشوفهم ولا عاوزين يعرفوا حد. ده احنا من يوم ما جينا سكننا هنا وانا عمري ما شفتهم لا فتحوا بلكونات ولا شبابيك، لا بالليل ولا بالنهار. حتى الشغالين لو غلطوا وفتحوا الشبابيك عشان ينظفوا تلاقي ستاير تقيله مداريه اللي وراها، زي ما يكونوا بيعملوا حاجات مش عاوزين حد يشوفها. يلا بقى سيبك من الكلام ده وتعالي ساعديني، ولا هتقعدي تقري الجرايد وتخليني احضر الغدا لوحدي؟ اصل انا جايبه كل المجلات والجرايد اهو، يمكن يكون في شيء مش موجود في التاني، بس الواضح انه مفيش تفاصيل اكتر من اللي اعرفها. انا كده لازم اعتمد على نفسي عشان اجيب لك التايهه بالتفصيل. يا دعاء وانت مالك؟ هو انت في القسم الادبي ولا في قسم الحوادث؟ في القسم الادبي طبعا، بس الفضول الصحفي بقى يا أبلة. ما انا لازم اعرف ولو من باب العلم بالشيء، مش جارنا برضو. وهتعرفي ازاي يا فلح؟ لا ده سر المهنه بقى. طيب اروح انا بقى اشوف سر مهنتي واكمل تحضير الغدا، وانت خليكي في سر مهنتك. لا بس انا مش هكتفي بكده، انا بكره هدور في ارشيف الجورنان عن كل كلمه وحرف مكتوب عن فريد الجهري، حتى لو كان اعلان عن شركه من شركاته. يمكن الاقي الخيط اللي وصلني للسبب اللي يخلي واحد مليونير، هو معنى الاصح ملياردير زي فريد الجهري، يضرب عليه رصاص مرتين في شهر واحد. الا اللي قرناه في الجرايد ده مظبوط يا طنط؟ ايوه، الدكاتره بيقولوا ان هو في حاله خطر، ولو عدى عليه 48 ساعه على خير تبقى عدت مرحله الخطر، وعدى 24 ساعه وازيد والحمد لله. انا شايفه ان كنتوا تدعوا له ان ربنا يشفيه. وانت الصادقه ندعي عليه ان ربنا ينتقم منه اكتر واكتر. معقوله يا فريده؟ انا اسفه جدا. معلش يا فريال، ما انت عارفه فريده طول عمرها لسانها فالت بس قلبها ابيض. طول عمري بدعي عليه ان ربنا ينتقم لنا منه، وهو ربنا بيستجيب. وبعد ذلك يا فريده، يعني كمان الدعاء ما ندعوهوش؟ وبعدين بقى معاكوا يا جماعه، خلونا بقى في المهم علشان العروسه تشوف انا جايبه لها ايه وهي محتاجه ايه انا اجيبه لها. محتاجه ابوسك يا احلى طنط في الدنيا. وليه بس التعب ده كله؟ والله ما ليكي حق. انا كده بقى هزعل وانا عملت حاجه؟ دي كلها حاجات بسيطه. يا خبر، ده انت من يوم وفاه المرحوم وانت قايمه معانا بالواجب واكتر، مش عارفين نعمل ايه. عنايه هانم معاكي. وبعدين معاها بقى الست مامتكو دي، يعني انا ابوس ايدك علشان تبطلي تقولي لي يا هانم؟ اصل انت بتعملي علشاننا كتير قوي، ده اقل حاجه. لو اتكلمنا بقى على اللازم انا احمله هطلع مقصره في حقكم قوي، بس انتوا عارفين ان ده غصب عني. خلي دول معاك يا فريال، انا عارفه انك انت هتحتاجيهم في توضيب العفش والفرح بتاع فاتن، وان شاء الله ان شاء الله اسبوع ولا اتنين وهجيب لك قدهم كمان. طب تصدقي ان امبارح بس كنت جايبه سيرتك مع البنات وبقول لهم مش عارفه من غير وقفتك جنبنا بعد وفاه المرحوم كنا هنعمل ايه، رغم الظروف الصعبه اللي بتمر بيها وقد ايه مضغوط عليكي عشان تقطعي صلتك بينا. على اللي حصل له ده يفوقه ويخليه يعرف ان الله حق ويبطل شويه اللي بيعمله في الناس. متهيالي ان هو محتاج ناس كتير قوي يدعوا له ان ربنا ينجيه من اللي هو فيه. وعلى اللي قال كده تدعوا له حتى لو من ورا قلبكم. صعب اللي بتطلبيه ده، صعب قوي يا عنايات. انا نازله بقى يا بابا، باي باي. مع السلامه يا حبيبتي. شربت العصير يا شريفه؟ ايوه يا بابا. هو انا اقدر انزل من غير ما اشربه؟ باي باي. مع السلامة. شريفة شريفة. نعم يا بابا. انا قلقان عليكي قوي يا بنتي من شغلك مع فريد الجهري. يا ريت يا بنتي تسيب الشغل معاه باسرع وقت ممكن، واكيد الف شركة وشركة يتمنوكي دلوقتي، انت بقيتي خبرة كبيرة. ليه ده كله يا دكتور؟ عشان خايف عليكي يا بنتي، وانا ماليش غيرك. والراجل ده انضرب عليه نار مرتين خلال الشهر اللي فات وانت جنبه. الاعمار بيد الله يا بابا. ايوه،
بس ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ان احنا نرمي نفسنا في التهلكة. وبعدين انا شايف ان وجودك جنبه في الظروف اللي هو بيمر بيها دي خطر عليك. بابا انا بقالي فترة طويلة جدا بشتغل مع فريد الجهري، اترقيت معاه من مجرد سكرتيرة عادية لمديرة مكتبه والسكرتيرة التنفيذية في المجموعة كلها، يعني الكل في الكل. المرتب اللي هو بيدهوني ما بيقبضهوش رئيس الوزراء. تفتكر بقى أسيب ده وابتدي في شغل جديد من أول السلم؟ وبعدين دي فترة وإن شاء الله الخطر هيزول. طيب إيه رأيك في العريس اللي كلمتك عنه أول امبارح؟ أهو دكتور كبير وشريك في مستشفى استثماري والكل بيحلب بأخلاقه. بابا حضرتك عارف رأيي في الموضوع ده كويس. طب ممكن أعرف لحد إمتى هتفضلي على الحال ده؟ أديني غرقانة في شغلي ومصير الحي يتلاقى. والسنين يا بنتي اللي عدت وعمالة تعدي. أنا لسه يا بابا جوايا الأمل كبير قوي. هو لسه رافض إنك تزوريه؟ آخر مرة رحت له علشان أزوره كان من حوالي 7 شهور، رفض إنه يقابلنا. يومها مأمور السجن قالي ما تحاوليش تيجي تزوريه تاني لأنه مصمم إنه ما يشوفكيش. يبقى لازم تفكري في العريس اللي أنا جايبهولك يا شريفة. وترضى برضو إن أنا أعيش مع راجل وقلبي وعقلي مع راجل تاني يا أبو شريفة؟ أنت صبرت سنين طويلة يا بنتي، واللي راح راح بقى. لا راح ولا عمره هيروح يا بابا. أنا متأكدة إن كامل لسه بيحبني وإنه مش عايز يقابلني عشان ما يشيلنيش همه، وعايزني أشوف حياتي بعيد عنه. أنا استنيت كتير يا بابا وحستنى السنين اللي بقى. ده عنده ولا إيه ده بقى يا شريفة؟ لا يا دكتور، أنت عارف كويس إن أنا مش عنيدة، بس كامل ده أول حب وأحلى أيام العمر. بابا بعد إذنك أنا همشي عشان ألحق أروح لفريد بيه في المستشفى. طب ما قلت ليش يا حبيبتي أعمل لك إيه بقى على الغدا النهاردة؟ أي حاجة تعملها الإيدين الحلوة دي تبقى جميلة، يا أجمل طباخ في الدنيا. بعد إذنك يا بابا. مع السلامة يا بنتي، مع السلامة. شريفة خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. نقدر نقول الحمد لله مرحلة الخطر راحت. الحمد لله. يعني اقدر ادخل اطمن عليه يا دكتور؟ ممكن تدخلوا كلكم وتكلموه كمان، بس مش اكتر من 10 دقايق لانه محتاج لراحة. الحمد لله على سلامتك يا بابا. الحمد لله على السلامة. لا سحر لا يا حبيبتي، لا لا لا، محبش اشوف الدموع في عينيك ابدا. الدموع دي ضعف. رجل اعمال الناجح لازم يبقى قوي. جرأي فريد، ما تسيبهم يفضفضوا عن نفسهم، دول كانوا هيتجننوا من كتر ما هم قلقانين عليك. شريفة تحت امرك يا فريد بيه. مسكوا المجرمين اللي كانوا عايزين يقتلوني ولا هربوا زي المره اللي فاتت. ان شاء الله هيمسكوهم يا فندم. على العموم انا لسه كويس والكلاب ما نالوش مني. ولن ينالوا منك مطلقا يا باشا. ربنا يحفظك دايما وتفضل على طول بخير. ايه يا فولي انت سايب شغلك وجاي هنا تعمل ايه؟ ما انا كان لازم اطمن على سعادتك. تطمن على سعادتي لما اخرج بالسلامه وتبقى في اجراءات امن مشدده تحميني. شغل مخك يا فولي، شغل مخك، مش كل مره هتسلب الجره. اعتبرني الدرع الواقي لجنابك ودمي وروحي فداك. انا مش عايز كلام، انا عايز اعمال. هيحصل يا باشا، احدث النظم الامنيه في امريكا والعالم هتلاقيها قدامك. ابقى تشوف. صاحر واحمد، لحد ما اخرج من هنا بالسلامه انا مش عايز حد منكم يجيلي خالص. تشوفوا شغلكم كأن انا موجود معاكم في المجموعه. طب ممكن يعني بعد اذن حضرتك لو تسمح لنا نبقى نيجي نزورك ولو ربع ساعه كل يوم؟ ارجوك يا بابا. ربع ساعه اوكي، مافي مافي، بس على شرط انتوا جايين تجيبولي تقرير وافي بكل اللي بيحصل في الشغل، مفهوم؟ اظن كده كفايه عشان رئيس النيابه وصل وعاوز ياخد اقوال فريد بيه. مع السلامه. يلا يلا يلا. شريفه
شريفة. تحت أمر حضرتك يا فريدي. الشحطة اللي كانوا عاملين حراسة خاصة عليا تطرديهم تطرديهم. أول ما سمعوا ضرب الأرج حطوا ديلهم في فستانهم وجريوا وسابوني لوحدي. تحت أمر حضرتك. وأنا هلاحق على إيه ولا على إيه؟ مش كفاية شغل المجموعة المتلت فوق دماغي، كمان هبقى مسؤول النظم الأمنية. الله، أنت مش قلت للراجل إن ده هيحصل؟ إن شاء الله هيحصل. على فكرة أنا قلبي حاسس إني جاية من غير عربيتك، وحكون سعيد قوي لو وصلتك. لا، عربيتي معايا يا أستاذ فولي، ولو كانت العربية مش معايا كنت هقولك متشكرة قوي وهاخد تاكسي. ماشي. معنى كده إنك ما بتتهمش حد معين يا فريد بيه. مظبوط 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 مظبوط. طب وبالنسبة لأداء حضرتك؟ أدائك أدائي ملهمش حصر. أقول لك ليه؟ لأني أنجح رجل أعمال شافته مصر. أنجح رجل أعمال عمره ما خسر صفقة واحدة. أنا بديت من الصفر، وبقى عندي دلوقتي مجموعة شركات مالية البلد كلها. عشان كده أنا أعدائي كتير. أعدائي حزب جديد اسمه حزب أعداء النجاح. عشان كده بدل ما تتعبوني وتضيعوا وقتي، يا ريت تنزلوا بقى تدوروا على اللي عمل العاملة السودا دي وتقبضوا عليه وتريحوني، ولا ولا حتى أيدوها ضد مجهول زي المرة اللي فاتت، تبقى مصيبة. مش سيادته، اسمه سعادته، سعادة فارس باشا، باشا وهيفضل طول عمره باشا. ماشي يا زغلولي، باشا ونصه تلات أرباع كمان. خلينا في المهم، افرض بقى سعادة فارس باشا بتاعك ده باع الحديدة. حتى لو باع الحديدة يا حنان هفضل معاه. فارس باشا اللي أبويا فضل شغال مع المرحوم أبوه 35 سنة. لما مات أبويا الله يرحمه كان عمره وقتها 15 سنة. هو اللي رباني وكبرني وعلمني وصرف على علامة حنان. ده فارس باشا برضه اللي عمره ما قصر معايا. هتقلبها لي في المعارف وتعملي فيها احسن رياض. بقى لنا سنتين مخطوبين ولازم نتجوز. الجواز بقى يعني مسؤوليه، ولو حصل وفارس باشا بتاعك ده باع الحديده يبقى لازم كل واحد فيكم يروح لحاله. انا هكلم لك ممدوح بيت اشتغل معانا هنا في المطعم. فارس باشا خصوصي اشتغل جاسوس في مطعم. الشغل عمره ما كان عيب طالما حلال يا زغلول. ان شاء الله ربنا هيخيب ظنك والجوازه هتتم وفارس باشا هيفضل فارس باشا. بقى روح لامي بقى عشان تتفق معاها على العفش ومعاك بعدين لما اطمن الاول على جوازه فارس باشا، بعد كده بقى روح لامي. بعدين ماشي يا زغلول، قولي بقى بحبك عشان امشي احسن كده هترفض ونبقى احنا الاثنين على طول. والله العظيم بحبك. وانا كمان للأسف بحبك. ايه؟ معقول؟ بسرعة كده؟ ويا ريت كمان يكون قبل كده. فارس I love you very much. I'm very happy. Me too. لا 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 لا. بس ممكن أعرف بقى السبب اللي خلاك قلبت كل الموازين بالسرعة دي؟ ده أنا من ساعة ما رجعنا من شرم وأنا بحاول أكلمك ومش عارفة. يا نايم يا تليفونك مقفول يا سايلنت. حبيبتي أنا قلت لك 100 مرة قبل ما نتجوز لازم أكون متأكد إني بحبك قوي. وانت دلوقتي متاكد ان انت بتحبني قوي؟ قوي قوي، ونفسي اتجوزك دلوقتي حالا. الخميس اللي جاي ده على طول من غير ما نعمل اي استعدادات. يا شوكه بيه النهارده السبت وفاضل اسبوع بحاله. وبعدين بصراحة بقى أنا وناني قررنا ولا تراجع ولا استسلام. ديني كبير عشان خاطر. بس إزاي؟ مش هنلحق نحجز قاعة في أوتيل ولا نعزم الناس. إحنا عايزين نعمل فرح يليق بيك وبينا يا فارس يا ابني. وقاعة ليه؟ شوف يا عمي،
احنا نعمل كتب كتاب عند حضرتك هنا في الفيلا، وبعد كده انا هاخد العروسه اطلع بيها على شرم الشيخ او سويسرا اسبانيا، او هقول لحضرتك في الفيلا بتاعت حضرتك في الساحل الشمالي. بس هو اسبوع واحد عسل، انا مش فاضي، لازم ارجع عشان اباشر اعمالي. وبالنسبه لفستان الزفاف، بكره الصبح ان شاء الله انا وناني هننزل نشتري اجمل فستان في مصر لاحلى عروسه في الدنيا. وعشان حضرتك تبقى عارف اني متفاهم جدا، انا قررت انا وناني ان بعد الجواز هنعيش مع حضرتك هنا في الفيلا، على اساس يعني ان حضرتك ما تحسش بالوحده بعد جوازها. فارس، انت بتثبت لي ان عقلك كبير وانك ابن اصول فعلا. اوكي دادي. اقول ايه؟ اوكي. ميرسي يا دادي. ميرسي. بطاقة يا باشا. اتفضل. عايزك في كلمتين على الدراج يا فارس. خير يا شباب. وقف اجراءات كتب الكتاب لحد ما نرجع لك يا استاذ. اظن لو انت عايز فارس بمفرده. اصل حضرتك يعني انا دايما معاه على طول يعني. خير يا شوقي بيه. الاخبار اللي وصلتني عن جنب حضرتك دي مظبوطه ولا لا؟ اخبار ايه بالظبط؟ اخبار اشهار افلاسك والحجز على مصنعه والفيلا في جميع ممتلكاتك، صح ولا مش صح؟ لا، ما هو اصل سعادتك يعني الموضوع ما فيه، انا هفهمك. انت تخلص خالص. حاضر. صح الكلام ده ولا مش صح؟ هو الموضوع مش كده يا شوكت بيه بالظبط، انا عايز. بص يا فارس، اللي ما يقدرش يصون ثروه كبيره سابها لابوه لا يمكن اطلاقا يكون امين على بنتي. طب اوعد حضرتك اني هكون امين عليها جدا. و ما عنديش بنات للجواز، واتفضل بره. طب حضرتك يعني عمي المعازيم والمأزوم والفرح والفضايح اللي ممكن تحصل لسعادتك يعني. دي مشكلتي انا، واقدر اقول للناس اللي عايز جاله غلطه ونعملها المستشفى. لا. طب وليه الفن الوحش ده بس يا شوكت بيه؟ لانك غشاش ومخادع وداخل على طمع. واتفضل اخرج من قدامي فورا، ويا ريت تخرج من الباب اللي وراني بهدوء. طب ما دام الموضوع كده بقى، حضرتك ممكن الشبكه والهدايا اللي جابه فارس باشا الانسه ناني، لو مش هينفع النهارده انا مستعد اعد على حضرتك بكره يعني. بيتهيألي تخرجوا من سكان قبل ما اجيب الشغالين يرموكوا بره. على فكره زلول، كفايه لحد كده، يلا بينا. الحمد لله بالسلامه يا فريد بيه. اهلا اهلا يا حلمي باشا. انت طبعا عارف ان انا كنت في مهمه رسميه خارج البلد، واول ما وصلت وليد ابني قال لي على اللي حصل. انا قلت والله ما غير هدومي قبل ما اجي واطمن عليك. فيك الخير يا حبيبي باشا، فيك الخير. امر الشايب ايه؟ انا بكره الصبح هتصل بالسيد وزير الداخليه يعين لك حراسه خاصه على مدار ال 24 ساعه. ما جابولي قبل كده حراسه خاصه، قعدوا اسبوع ولا 10 ايام ولا وش الضيف، وجبت حراسه خاصه شحوط اطوار اراد بدفع لهم تفتكر كم في الشهر؟ 5000 جنيه يا حلمي باشا. واول ما سمعوا ضرب النار حطوا ديلهم في فستانهم وجريوا جريوا 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 كده زي الفرقان. الحمد لله اللي جت على قد كده، وانك بخير يا فريد بيه. المهم تقوم لنا بالسلامه علشان نفرح بعرايسنا الحلوين صحوره ووليد، ولا انت ايه رايك يا وليد؟ يا ريت يا بابا تحدد معاه بعد اسبوع، بكره حتى. المهم ان بابا يقوم بالسلامه. اللي اهم من ده كله الموضوع اللي انا كلمتك فيه قبل ما تسافر يا حلمي بيه، انت نسيت ولا ايه؟ يا سيدي ما تشغلش بالك، انا بكره هكلم لك وكيل اول الوزاره واخلص لك الموضوع معه. والله صفقه القمح دي لو تمت وورطتها انا بقى للحكومه هيجي من وراها خير كتير كتير قوي. بس انت كده تقوم لنا بالسلامه وكل شيء هيبقى ميسر، والمهم ان انت تخف الشغل شويه عن سحوره، لأن وليد مش قادر يتلم عليها ولا يتكلم معاها ولا حتى يشوفها. أنا ما اشتكتش والله يا سحر، بابا هو اللي لاحظ. الجواز ده عشرة عمر، مش كده ولا يا فريد بيه؟ آه مظبوط مظبوط مظبوط. ولازم تحصل بينهم ألفة قبل الجواز؟ ولا أنت إيه رأيك يا عروستنا؟ عباس الفولي، تقدري تظبطي ساعتك عليا؟ جيت في الميعاد بالظبط. اتفضل. شكرا. اتفضلي. ايه ده؟ دي شوكولاته سويسري عربون المحبه، وده
غصن الزيتون رمز السلام. محبة وسلام. هو كان في معركة ولا ايه؟ ما كانش، بس كان ممكن يبقى، علشان كده اخترت المبادرة السلمية. انا مش فاهمة اي حاجة. شقتكم دي بسم الله ما شاء الله جميلة جدا وزقها هيجنن. هي مساحتها كم متر؟ حوالي 300 متر. 295 بالظبط. ما تفرقش. وفيها بلكونات؟ ايوه، ليها بلكونتين في اوض النوم. لكن اسمح لي، ليه الاسئله دي كلها؟ الاسئله دي كلها في صميم الموضوع. ممكن افهم الموضوع بقى من غير لف ولا دوران؟ لا اسمحي لي، ده اسلوبي دايما في معالجه اي موضوع، اللف والدوران. ده بقى بيخليكي تدرسي الموضوع كويس قوي. يعني انا مثلا لو جيت لسعادتك فجاه كده وقلت لك تتجوزيني، شفتي اتخضيتي؟ اكيد المساله هتفرق عما لو كنا قعدنا نلف وندور، نتقابل، نتعرف على بعض، نسال على بعض، وكنت اكيد هتعرفي ان انا كنت متجوز وطلقت ودلوقتي اعزب، وكل المعلومات اللي هتجيبيها من اللف والدوران دي هتخلي قرارك سليم. استاذ الفولي يا فندم، الفولي. حضرتك طلبت تقابلني ضروري وفي مساله حيويه لا يمكن تاجيلها، وخلتني اخدت اجازه النهارده من المدرسه وما رحتش، وطلبت كمان الانسه دعاء ما تحضرش المقابله دي لانها شابه، وانا بصراحه ما بيعجبنيش اراء الشباب اليومين دول، هتفهميش لهم شطعات غريبه كده، وفضلت ان احنا كناس ناضجين يعني. استاذ فولي، ما يتهيأليش ابدا ان انا سبت شغلي وقعدت معاك عشان اسمع محاضره عن ارائك في شباب اليومين دول وتفكيرهم. وانا والله سبت شغل متلتل ورحت جبت الشوكولاته السويسري وجيت في الميعاد بالظبط. ممكن اعرف حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ مدير عام شركات المجموعه فريد الجوهري جروب. وانتوا بقى اشتريتوا شقتكم الجميله دي بكام؟ مش فاكره بالظبط، لكن اخويا هو اللي كان شاريها اعتقد ب 150,000 جنيه، وعند الاستلام طلبوا مننا زياده 50,000 بالظبط. 206,000. برضو مصر ما تدخلش في الموضوع؟ لا انا كده في صميم الموضوع. انت عايز ايه بالظبط؟ نص مليون جنيه، 500,000. ايه؟ حدهم لك، مش هاخدهم منك، وفي ظرف 72 ساعه تكونوا اخليتوا الشقه وسلمتوها لنا. انت بتقول ايه؟ خلص اللف والدوران، ندخل في الموضوع على طول. يا ريت. شقتكم الجميله دي بتطل مباشرة على فيلا فريد بيه الجهري، ومن ضمن الإجراءات الأمنية إن إحنا نشتري الشقة دي منكم ونحط فيها حراسة خاصة. وش معنى شقة؟ ما في فوق وتحت شقة تانية. حصل، وتم الاتفاق وجاري الإخلاء، ما فاضلش غير شقتكم. أستاذ فولي، إحنا صحيح كنا بنفكر إن إحنا نبيع الشقة دي من القلق والرعب اللي مسببهم لنا فريد الجهري بتاعك ده، لكن ما دام المسألة وصلت لتهجير الناس من مساكنها بحجة الأمن، المبدأ مرفوض، وأنا هعتبر إن أنا ما سمعتش حاجة من حضرتك. الله 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 الله، ده ولا كأني جبت شوكولاتة سويسري ولا غصن زيتون ولا حاجة. لا، ما هو حضرتك هتاخدهم معاك عشان ألحق شغلي. الله الله، وأنا بنطرد كمان؟ لا بتنطرد ولا حاجة، لكن أنا حريصة على وقت حضرتك ومش عايزك تتعطل أكتر من كده. انا ماشي، بس احب افكرك ان احنا بقينا اصحاب العماره. الا شقتنا يا استاذ، لانها تمليك ومعانا عقد مسجل. ايوه، بس الاسانسير ابتدى يعطل وموتور الميه اتحرق والكهرباء بتتقطع كتير قوي بالليل وكمان بالنهار، وانا شايف بسم الله ما شاء الله عندكم مطبخ جميل، في تلاجة وديب فريزر وغسالة فول اوتوماتيك وغسالة اطباق وخلاط وكيتشن ماشين وتوستر، وكل دي ادوات بتشتغل بالكهرباء. ما تحاولش تهدد، لاننا ما بنخافش من اي حاجة، وروح قول للي بعتك. انا والله العظيم ما حدش بعتني، دي افكاري الخاصة، كنت عايز اعملها له مفاجأة بعد خروجه بشوية اجراءات امنية مبتكرة، لكن للأسف ما انتوش عايزين تتعاونوا معايا، ومع ذلك
انا حسيب الشوكولاته السويسري وحسيب الباب موارب، يمكن تفكروا تاني. استاذ فولي، الموضوع ده بالنسبه لنا اتقفل وما اعتقدش اننا هنفكر فيه تاني. على العموم انا مش هجيب سيره الفريد بيه عن المقابله دي علشان ما يعتبرنيش فشلت واتبهدل. وجنابك بتتبهدل؟ لا لا ابدا، بس ساعات يعني فريد بيه بيحب يهزر معايا. انا حاسب لكم غصن الزيتون وهاخد الشوكولاتة السويسري، اصلي بحبها قوي. هريت سلامات من ساعة ما الدكاترة قالوا لي انك هتخرج النهاردة. قلت الميت واحد الله يسلمك. على الله جنابك تكون راضي عن التحصينات اللي عملناها في الفيلا حسب اوامر سعادتك. حطيتوا اجهزة الانذار حوالين السور وعلى البوابة. حطينا 7 اجهزة انذار يا فندم حوالين السور، ده غير الجهاز اللي على الباب الداخلي للفيلا. اما بقى احدث جهاز فده متركب في اوضه نوم سعادتك، بالاضافه لجهاز انذار شخصي، وده هيكون موجود على الكومودينو في متناول ايد سعادتك. وده مستو يا باشا انه وايرلس، يعني ممكن تاخده معاك في اي حته حتى في الحمام. وزي ما حضرتك شفت وانت داخل عملنا المتاريس ونقط الحراسه اللي فوق السور كله. طب والجماعه اللي انت جايبهم دول عشان يحرسوني هيطلعوا قد المسؤوليه ولا هيبقوا فص وملح وداب ها لو حصلت اي حاجه؟ لا 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 اطمن يا باشا، دول ناس قلوبهم حديد وما يعرفوش حاجة اسمها خوف ومستعدين يفدوك بأرواحهم. وانت يا شريفة عملت ايه في الشركة اللي هتبعت لي طاقم حراسة عشان يأمنوا تحركاتي؟ من بكرة يا فندم ان شاء الله هيكون مع حضرتك اكفأ طاقم حراسة من اكبر شركات الحراسة في البلد. اوكي 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 اوكي، دلوقتي بقى كل واحد منكم يروح شغله وانا من بكره هنزل الشغل. وبقول لكم اهو، لو في واحد منكم قصر في غيابي وعمل اي حاجه غلط هيكون له معايا حساب عسير، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ايوه بس النهارده الخميس نص يوم في الشغل وبكره الجمعه اجازه يا بابا. قلت لكم بابا دي ما تتقالش الا في البيت وبس. ما احنا في البيت يا بابا. ايه واحنا في البيت؟ انات انات نعم، حضري لي الغدا بعد 10 دقايق. حاضر. بقول لك ايه يا عنايات، استني. نعم. استني استني استني، كنت حنسى، انا الابواب والشبابيك والستائر لازم يبقوا مقفولين ليل ونهار. واحنا عمرنا فتحناهم؟ ما احنا محرومين من نور ربنا طول عمرنا. يا ستي ولعي الابريك الاباجورات، انما اي ستاره او باب يتفتح لا. يا نوح واقفه ليه؟ انا مش قايل لك تحضري لي الغدا. حاضر. تحت امرك يا فريد بيه. مفاتيح الفيلا لازم يبقوا معاك وتتمم على جميع الابواب. هيحصل يا فندم هيحصل. والباب الرئيسي يتقفل بالقفل والترباس يتقفل كويس، مفهوم؟ لغايه لما بقى طاقم الحراسه اللي قالت عليه شريفه اياك يعني يطلعوا ناس كويسين ويفهموا.